يعني الفقرات دي مش عاوز اقول انها صعبه، ولكن مهمه في التحليل، مهمه ان احنا نوصل لبعض الاسباب. اسباب العنف ده ايه؟ ما هو انت يعني واحد مثلا في عيد ميلاده ولا عيد ميلاد زوجته والاثنين زي القمر، وبعدين مراته ما عملتش الاكل او الغداء فيتخانق فيقتلها. شايفين الزوجين دول؟ دي من عده ساعات. وبعدين بقى ايه، راح قالوا انه في قعد يزعق في البيت، الحقوني الحقوني، في ناس دخلوا وضربوا مراتي وضربوني وبتاع. واكتشف ان هو اللي اتخانق مع زوجته عشان ما عملتش الغداء، او انها بتكلم كتير، ولا مش عارف. لو عندك مشكلة ممكن بقى تروح لطبيب نفسي، ممكن تهدوا، ممكن تنفصلوا، مش عارف. طب لو واحدة صيدلانية مثلا والحباية بتاعت الفيل الأزرق دي وبنتها، تديها لها ازاي وهي منفصلة عن زوجها؟ مش عارف افصل ده ايه، عشان تسأل بسبب سؤالها متكرر عن والدها. صيدلانية تقتل طفلتها بالفيل الأزرق، هي عاوزة باباها. احنا ليه وصلنا كده؟ وانت حضرتك خريجة صيدلة، مهما كانت الأسباب والدوافع. وأنا بشوف حاجات على السوشيال ميديا بخصوص قانون الأسرة محتاجة اللي احنا نسمعها، حق الرؤية والعلاقة، ومحتاجين كل اتنين يتجوزوا حتى لو حصل انفصال يبقى في ود وفي حب واحترام. ده كان في يوم من الأيام زوجك، خلاص مشي، خلاص ما بقاش كره. مش البنت تسأل بتحط لها حباية بتاعت الفيل الأخضر والأزرق، حاجة